.me website بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية يلي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. أوتوفوكس على الام تي في مع صديقنا وزميلنا خلص توني عبدو مدير مبيعات بشركة ان بوخاطر وكلاء مازدا بلبنان. توني كيفك؟ ماشي الحال جورج انت كيف؟ انا بدي اعرف شو عم بيصير بشروق بمازدا مولعينها. مزبوط ولا عاني؟ بالفعل جورج يعني من جمعة اللي كنا عليها بأوتوفوكس جمعة الماضية والشورومات عنا صدقني خلية نحل، يعني كتير مبسوطين احنا باللي عم بيصير، وأوتوفوكس اكيد يعني له كتير أهمية بهالموضوع هيدا. العالم كله عم تقدر تحضر حلقاتنا في ثورة، عم أقول أنا بس ثورة مبيعات عنا بصلة العرض، لأنك عم توعدنا دايماً وعم توفي بسلة أفرات. مزبوط، مش أفر واحد، عن جد سلة أفرات كتير كتير مهمة. شو الأبرزها اليوم؟ ليه أنا مثلاً بدي روح اختار مازدا عن منافس آخر؟ بتعرف اليوم منافسة كتير كبيرة بالسوق. طبيعي ما بدأ شيء شغل كتير هينة، لأنه نحن عنا بيعين بخاطر دايماً هدفنا هو نخلي الزبون مرتاح ونوفر عليه، ودايماً مصلحته دايماً نحن عم نفكر فيها. ما بدأ شيء شخص لما يكون عم يشتغل لمصلحتك عم بيفكر عنك ويهون لك المبيع يعني شروة السيارة، أكيد رح تروح لعنده وتسلمه. يعني أنا برأيي مثلاً أهم هاجس عندي هو إذا سيارتي المستعملة حدا يخد ليها بسعر منيح. هيدي هي، نحن لقينا الحل المناسب لهالمشكلة هيدي، نحن درسنا السوق وشفنا وين المشكلة وعم نعالجها لكل الزبونات. اللي كان شخص ما قادر يشتري مازدا او ما قادر يفوت على المازدا باعتبار انه هو بيسعروا له سيارته باعتبار او هي لشركه بلبنان، شركه التريد ان تبعنا نحن صار عندنا بروسس نقدر نسعر له سيارته باعلى سعر بالسوق. كل الزبونات اللي مرقوا علينا هالجمعه هيدي شافوا هالبروسس وقدروا استفادوا منه، هذا السبب اللي كنا عم نعمل حجم مبيعات كتير كبير. انا بنصح كل اللي عم يحضرونا اليوم لحتى يتوجهوا على صاله العرض يستفيدوا من هالفرصه بالتحديد. اكيد الاوفر على كل تيرازات مازدا، واحده منهم هالسياره الحلوه كتير المازدا 3 سيدان باللون الجراي سلمايت سيلفر، اي الومنيوم ميتاليك هذا السيلفر، مثل ما عم نشوف هيدي السيجناتشر اللي هي معجونه 18، عم نشوف الواجهه اللي هي دائما الكودو ديزاين الجديده مع الوينج كروم مع البولد بارز عم يكونوا بالجريل مع فتحه بالسقف كمان، اكيد عم يكون سان روف، عم نشوف الوينج اللي عم يربط الضوء بالضوء قديه هي عم تكون شارب اللي عم تشوفها هيك اجريسيف بتشدك لتسوق للسياره. سياره فور دور سيدان مثل ما دائما بقول، بس هي سياره رياضيه بامتياز. اكيد راح نكون انا وياك بداخل السياره تشرح لنا اكثر عن ابرز الاوبشنز الموجوده بالمازدا 3 سيدان الجديده. تعالنا على داخل المازدا 3 سيدان. الحلو فيها اهم شيء القعده المريحه، يعني أكيد. السياره اكيد فيها تكون فاميلي كار، اكيد ميد سايز بتساوي 5 اشخاص مرتاحين، هيدروم لجروم ممتاز. وتوني عندنا كثير اوبشنز مهمه بالسياره. طبيعي جورج، انا اهم شيء قبل ما نحكي بالاوبشنز اللي هن كثير مهمين، القعده اللي انت عم تقول عنها هي اهم شيء. هيدي السياره للعائله وللشباب للجامعات، نحن عم نحكي هلا بوقت صار في طلاب عم يفوتوا على الجامعات، لازم يستفيدوا من هذا الفرصه بالنسبه للاوفر تبعنا، بنفس الوقت يستفيدوا من هالسياره اللي ثلاث ارباع الشباب عم بفكر فيها وعم بفكر سوقها، يتوجهوا على صاله العرض لانه هالسياره فيها الحمايه المطلقه اللي مفروض تامن لهم اياها من الشاسيات اللي بقلبها كتريبل اتش ستراكتر، عم نحكي برينج ستراكتر داير الكابين كله سوا، عم نحكي بي اذا صار لا سمح الله اكسيدنت من قدام السياره بتوزع ضرباتها لبرا، بيطلع لبرا ما بيفوت الكولجن ما بيفوت على الكابين وبيصير بيأذي وبيصير في انجوريز بقلب الكابين. هي شغله مهمه 100%. كمان في عنا تاتش رياضيه بانه عم تحكي عن طلاب الجامعات، يعني 3 سبوكس هود اللي بيطلبون طلاب الجامعات، بادل شيفت كمان لقياده ممتعه اكثر. اكيد اكيد جورج، عندك التاتش سكرين اللي هي كمان فيك تعمل عليها بيرنج لتليفونك وتقدر تحكي بلوتوث وتقدر تلعب كل شيء بلاي ليست وكونتاكت ليست تقدر تاخذهم من هالشاشه هيدي باي فويس كوماند وتضلك مركز على القياده. ريفيو كاميرا اكيد طبيعي، تكترونيك 6 سبيد كوماندر بالسنتر كونسول لحتى تقدر تتحكم بالشاشه، وسبورت باتن لحتى تقدر كمان تتحكم بالبرفورمانس تبع السياره، يكون اكثر اجريسيف اذا بك بيعلى ار بي ام طالعين طلوع او شيء، معنا 5 بالسياره اذا عايزين اكسترا باور. على كل حال مشاهدينا متابعين حديثنا مع توني عن مازدا، وهلا بننتقل نحكي اكثر عن محرك السياره. طوني صار وقت نحكي اكثر عن محرك المازدا 3. في عندنا محركين اليوم، اكيد عندنا 1.6 4 سلندر، وعندنا اليوم 2 لتر اللي هي سيجناتشر الموجوده معنا اللي هي 152 هورس باور.
اكيد مع تيبترونيك 6 سبيد مع سكاي اكتيف عم نحكي تير ترانسميشن لحتى يكون عنده يقدر ينقل حركه الانجن دائما بقول بطريقه سريعه. هي اهم شيء هو الترانسميشن يكون عنده سموث شيفت لحتى ما يخليك تحس بالستريس بالقياده. صحيح. نفس الوقت تحس بالفيلينج سبور. مصروف البنزين كمان بيكون اهم بكثير لما يكون في سموث شيفتنج. اكيد بغيار الفيتاس. على كل حال لكن من ناحيه المحرك سيفتي كمان عندنا اي بي اس بالسياره, عندنا اي بي دي اكيد لحتى يكونوا عندنا يعني تراكشن كنترول بالسياره كمان حتى يكون خلال المنعطفات والاطرقات شوي صعبه اللي عندنا تكون دائما اندر كنترول السياره وثبات على المنعطفات اكيد مع نظام سكاي اكتيف الموجود بالسياره. هلا صار وقت نوصل للبارت الاهم, بارت الديل, سله الاوفرز على شو بتحتوي. اكيد مزيد من التفاصيل. يعني دائما انطوني عبدو بس يجي على الام تي في بكون معه سله بحطها على جنب بيطلع معنا وبيحكي وبيخبر عنها. مش رح احطها على جنب هالمره, رح طلعها معي على الهواء. اليوم انا دائما بوصل محمس على الاوتو فوكس لانه يبقى عندنا بالشاورومات عندنا دائما هالعجقه والشغل هيدا, بوصل عم بيع على الهواء انا صراحه. يعني بدي العالم اللي تسمعنا اليوم يتوجهوا على صاله العرض لحتى يستفيدوا ماكسيموم من هالاوفر. صدقني انا بقول حرام ما يستفيدوا من هذا. اهم شيء في عندنا بعد الفايده كثير واطيه. اهم شيء هو الديل مزبوط, فايده واطي. يعني نحن كنا عم نحذر جمعه الماضي انه الفايده عندنا كانت عم تكون 0.9, استفيدوا من الاوفر مزبوط هي خلصت باول الشهر هيدا, بس كمان نحن مصرين نعطي فايده واطي اللي هي 1.9. نحن بالشوروم تبعنا بتفوت بتشوف فايده 2.9, يعني بعد نسبه فايده واطي لانه السوق عم يعطي 6 و7%, بينما اليوم انا مش هي 2.9 رح اعطي 1.9, رح نزل كمان رح ثبت ال 1.9 خلال هذا الاسبوع. اللي عم يحضرونا اليوم يتوجهوا على صاله العرض, صدقني بيستفيدوا كثير خاصه انه عندنا الانشورنس. قد ايه مثلا بوفروا على سياره مثل مازدا 3 على 5 سنين؟ ما بدها شيء حسابيا. اذا دفعوا اولى 30% على هيك سياره نحن بتكون فايدتنا, يعني بيوفروا بيننا وبين الفايده اللي هي 4 و5 و7% من ال 3000 دولار للتقريبا لل 5000 5500 دولار. هيدي اكيد حلوين لانه ما حدا ما بحب يوفر على حاله جورج, وخاصه نحن عم نحكي بالسياره للطلاب ومدارس وجامعات وكل العالم بدها توفر, قادرين هلا بهذا يوفروا قسط تقريبا من قسط الجامعه ما بدها كثير. طوني شكرا على كل المعلومات اعطيناها دائما, واكيد بنشوفك بحلقات مقبله. بكره حلقه جديده سياره جديده دائما على MTV. تابعونا الى اللقاء. سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات.